من رواية الكاتب محمد شكري. أبكي موت خالي والأطفال من حولي، يبكي بعضهم معي. لم أعد أبكي فقط عندما يضربني أحد أو حين أفقد شيئا. أرى الناس أيضا يبكون، المجاعة في الريف، القحط والحرب. ذات مساء لم أستطع أن أكف عن البكاء، الجوع يؤلمني، أمص وأمص أصابعي، أتقيأ ولا يخرج من فمي غير خيوط من اللعاب. أمي تقول لي بين لحظة وأخرى: أسكت، سنهاجم إلى طنجة، هناك خبز كثير، لن تبكي على الخبز عندما نبلغ طنجة، الناس هناك يأكلون حتى يشبعوا. أخي عبد القادر لا يبكي. أمي تقول: خم أماش، انظر أخا ناتاوي تروشا، إنه لا يبكي، اسكت تجرود وأنت تبكي. أنظر إلى شحنته الشاحبة وعيناه الغائرتين فأفوف عن البكاء. بعد لحظات أنسى الصبر الذي استمده منه. دخل أبي وجدني أبكي على الخبز، أخذ يركلني ويلكمني: أسكت أسكت أسكت، ستأكل قلب أمك يا ابن الزنا. رفعني في الهواء، خبطني على الأرض، ركلني حتى تعبت رجلاه وتبلل سروال. في طريق هجرتنا مشيا على الأقدام رأينا جثث المواشي تحوم حولها الطيور السوداء والكلاب، روائح كريهة، أحساء ممزقة، دود ودم وصديد. في الليل يسمع عواء التعالب قرب الخيمة التي ننصبها حيث يوقفنا التعب والجوع. الناس أحيانا يدفنون أمواتهم حيث يسقطون. أخي يسعل ويسعل. سألت أمي خائفا: أهو أيضا سيموت؟ كلا، من قال لك أنه سيموت؟ خالي مات، أخوك لن يموت، هو فقط مريض. في طنجة لم أرى الخبز الكثير الذي وعدتني به أمي. الجوع أيضا في هذه الجنة، لكنه لم يكن جوعا قاتلا. حين يشتد علي الجوع أخرج إلى حي عين قطيور، أفتش في المزابل عن بقايا ما يأكل. وجدت طفلا يقتات من مزابل مثلي، في رأسي وأطرافي بذور، حافي القدمين والثياب مثقوبة. قال لي: مزابل مدينة أحسن من مزابل حينا، زبل النصارى أحسن من زبل المسلمين. بعد هذا الاكتشاف صرت أحيانا أذهب أبعد من حينا وحيدا صحبة أطفال المزابل. عثرت على دجاجة ميتة، ضممتها إلى صدري وركضت إلى بيتنا. أبوي في المدينة، أخي في ركن ممدد، نصفه الآخر مرفوع فوق وسادة، يتنفس بصعوبة، عيناه الكبيرتان التابلتان تراقبان مدخل الباب. يرى الدجاجة تتيقظ عيناه، يبتسم ويتورد وجهه النحيل، يتحرك كأنه يفيق من أغماء، يسعل فرحا. أعثر على سكين، يسعل ويلهث، ولي وجهت قبل المشرق حيث أرى أمي تولي وجهها وتصلي. قلت جهرا: بسم الله، الله أكبر. هكذا رأيت الكبار يفعلون، ذبحتها حتى انفصل رأسها، انتظرت أن يسيل دمها، أدلكها لعل الدم يسيل منها، يسيل قليلا قاتما من ثقب عنقها. في الريف رأيتهم يذبحون كبشا لا أدري في أي مناسبة، وضعوا طاسا تحت عنق الكبش الفائر بالدم، امتلأ الطاس وأعطوه لأم المريض. رأيتهم يمسكون بها في الفراش وهي تقاومهم عازفة عن شرب الدم، جعلوها تشربه بالقوة. تلوت وجهها وثيابها، تمرغلت في الفراش ثم همدت وهي تهمهم بكلمات غير مفهومة: لماذا لا يفور الدم الآن من عنق هذه الدجاجة كما رأيته يفور من عنق الكبش؟ شرعت ريشها، سمعت صوتا: ماذا تفعل؟ من أين سرقتها؟ عثرت عليها مريض، ذبحتها قبل أن تموت. اسألي أخي مجنون، خطفتها مني غاضبة، الإنسان لا يأكل الجيفة. أخي وأنا تبادلنا نظرات حزينة، كلانا أغمض عينيه في انتظار ما سنأكله. أبي يعود
كل مساء خائبا. نسكن في حجرة واحدة، أحيانا أنام في نفس المكان الذي أتكرفس فيه. إن أبي وحش، عندما يدخل لا حركة لا كلمة إلا بإذنه، كما هو كل شيء لا يحدث إلا بإذن الله. كما سمعت الناس يقولون يضرب أمي دون سبب أعرفه. سمعت مرارا يقول لها سأهجرك يا ابنة الزنا، دبري أمرك وحدك، ما هذين الجرورين. ينشق الصاوت ويتكلم وحده ويبصق على أناس وهميين يشتمون، يقول أمي أنت ابنة الزنا. يسب العالم دائما ويجدف على الله أحيانا ثم يستغفر. أخي يبكي يتلوى ألما، يبكي الخبز، يصغرني أبكي معه، أراه يمشي إليه الوحش، يمشي إليه الجنون في عينيه، يديه أخطبوط لا أحد يقدر أن يمنعه. استغيث في خيالي وحش مجنون، أمنعه يلوي لئين عنقه بالعنف. أخي يتلوأ الدم يتدفق من فمه، أهرب خارج بيتنا تاركا إياه. يسكت أمي باللكم والرفش، اختفيت منتظرا نهاية المعركة. لا أحد يمر، أصوات ذلك الليل بعيدا وقريبا مني. السماء مصباح الله شاهدة على جريمة أبي، الناس نيام، مصباح الله يظهر ويختفي شبح أمي. صوتها خفيض تبحث عني تنتحب الظلام. يخفيني لماذا لست قويا مثله، الرجل يضربون النساء وهن يبكين ويصرخن. محمد محمد إينو محمدي أراهد، تعال لا تخف أراهد، وجدت والدتي في أن أراها ولا تراني. قلت لها أقابا ديني تار، ها أنا هنا أراهد، لا أدري يان سيقتلني، أمش مثلها يان قاتل أو ما إينو. أخي لا تخف، تعال معي، لن يقتلك، تعال. أسكت حتى لا يسمعنا الجيران. ينتحب وينشق الصاعوت، عجيب، يقتل أخي ثم يبكي. صهرنا ثلاثتنا ننتحب في صمت. أخي مجا مغطى بقماش أبيض، تم وتركتهما ينتحبان. في الصباح انتحبنا أيضا بصمت، تلك أول مرة أذهب في جنازة. أخي منعوش في حصيرة بين ذراعي الشيخ، أبي وراءهما وأنا خلفهما، حافيا أعرجا يضعونه في حفرة مبلشة. أرجف أبكي لطخة الدم متخترة حول فمي، يختفي وراء تراب صار من الغوة الصغيرة. انتبه الشيخ لدى خروجنا من المقبر، لبناني دامية، سألني بالريفية ما نال الدم، ما هذا الدم؟ غفص خفجاج، عفست على الجاج. قال أبي لا يعرف حتى يمشي دابو هاري أبلا. سألني الشيخ أكنت تحب أخاك؟ كثيرا، ما زلت منتحب، أمي كانت تحبه كثيرا، تحبه أكثر مما تحبني. من لا يحب والده؟ تذكرت كيف ولوى أبي عنق أخي، كدت أصرخ، أبي لم يكن يحبه، هو الذي قتله، نعم قتله، قتله، رأيته يقتله، هو قتله، قتله، رأيته يقتله، لوى عنقه، تدفق الدم من فمه، رأيته يقتله، أبي قاتل، قتله الله. لكي أخفف من كراهيتي الشديدة لأبي، أخذت أبكي من جديد، كنت خائفا من أن يقتلني كما قتل أخي. نهارني بصوت منخفض وعيدا، ألن تكف عن البكاء؟ قال الشيخ نعم كف عن البكاء، أخوك عند الله، هو الآن مع الملائكة. أكره أيضا هذا الذي دفن أخي، يشتري كيسا من الخبز الأبيض والتبغ الرخيص، يذهب إلى مكان بعيدا عن طنجة ليقيد الجنود الإسبان في سكناتهم، يعود مساء حاملا ملابس الجنود يبيعها في سوق الكبير للعمال والفقراء المغاربة. ذات مساء لم يعد، نمت تاركا أمي مهملة تنتحب. انتظرنا ثلاثة أيام، أحيانا انتحب معها، كنت أزاورها، تحب لا تحب، أدركت
السبب عندما قالت: ها نحن وحدنا، من سيعيننا؟ لا نعرف أحدا في هذه المدينة. جدتك رقية، خالتك فاطمة، وخالك إدريس هاجروا من الريف، هم أيضا في وهران. لا بد أن يكون العسكر الإسبانيون هم الذين قبضوا على أبيك. إنه هارب من جنود الإسبانيا، علما أنهم سجنوا، وشيء بجنود المغرب كانوا يعرفون في إسبانيا. لم يرد أبي أن يبيع له بطانية عسكرية بثمن الذي كان يريد الجنود الواشي. هذا ما قيل له: تذهب إلى المدينة بحثا عن عمل، تعود خائبة مثلهما. كان أبي يعود في الأيام الأولى من وصولنا إلى طنجة، تقدم أظفارها تنتحب، ويكتب لها المشاهدون تمائم لعل أبي يخرج من السجن، وتجد هي عملا، تصلي كثيرا وتدعو كثيرا، تشعل الشموع في أضرحة أولياء الله، تستطلع حتى مستقبلا عند الشوافات. لا صلاح من السجن، لا عمل ولا حظ، إلا بأمر من الله ورسوله محمد. هكذا تقول: لماذا الله لا يعطينا حظا مثل ما يعطيه لبعض الناس؟ هكذا سألت أمي. الله هو الذي يعرف، نحن لا نعرف، لا ينبغي لنا أن نسأله عما يعرف، هو خير منا.